مرحبا، أنا اسمي إيهاب حناوي، أنا الرئيس التنفيذي لشركة أمنية. أنا كتير فخور إني أكون جزء من حملة From the lowest point to the highest point on earth. هاي الحملة اللي أطلقها المبدع الأردني مصطفى سلامي، وإلها هدف سامي اللي هي جمع تبرعات بما لا يقل عن $1,000,000 وإن شاء الله أكثر لدعم مركز الحسين للسرطان بخطته التوسعية وزيادة طاقته الاستيعابية. هذا المركز اللي خفف معاناة كثير من المصابين بهذا المرض وخفف معاناة من أهليهم. إحنا بنعرف قديش هذا المرض يعني يعتبر من مصائب الدنيا، كثير له تأثير على بشكل عام على الاقتصاد الوطني وعلى معاناة الأشخاص. هاي الحملة بدها تقوم بجمع $1,000,000 إن شاء الله على الأقل. رح تشكل فريق رح يطلع يوصل للبيس كامب لجبل أفرست خلال شهر 4 القادم لمدة 18 يوم. الهدف منها جمع هذه التبرعات لنساعد هذا المركز. نتمنى أنه إحنا نتوفق بهذا الهدف تبعنا. أنا شخصيا دافع شخصي لإلي كان أني أنا فقدت والدي ووالدتي بهذا المرض على عمر كان عمرهم 49 سنة و 67 سنة، وبتمنى أني أقدر أساهم أني أخفف هاي المعاناة ونحاول نشفي أكبر عدد ممكن من العالم. نتمنى أنكم تساعدونا وتدعمونا، وشكرا كثير.